بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أم الدنيا على قناة الصحة والجمال مع الإعلامي محمد عطفي والإعلامية صافي إبراهيم. أهلا وسهلا بك يا صافي. أهلا بك محمد وأهلا بك أعزائي المشاهدين. حلقة النهاردة من برنامج أم الدنيا إن شاء الله هنتكلم عن الأمراض الروحانية وتأثيرها على العنصر البشري. وعايزة أقول لحضرتك أستاذ محمد يعني تقريبا بيطرد عليا رسائل كتيرة جدا تخص الموضوع ده من السيدات ومن بنات وكده، فكنا عايزين بس يعني نديهم مش بعض الإرشادات ان هم برضك يعني ما يلجأوش للأماكن ال فقر. موضوع اليوم وعنوان الحلقة الأمراض الروحانية وتأثيرها على العنصر البشري على المجتمع. فالنهاردة طبعا في أسئلة بتتردد علينا دايما، وإحنا شايفين أن في أعراض سلبية على المجتمع، وطبعا إحنا في الإعداد وضعنا عدة نقاط نتكلم فيها تفيد المشاهد، ألا وهي الأمراض الروحانية. في فرق بين الأمراض الروحانية والأمراض العضوية. فالأمراض الروحانية أنه شخص يكون مصاب بعين أو حسد أو سحر أو مس، وبيلجأ لأماكن أو لأشخاص مجهولة المصدر أو عديم الهوية. وطبعا ده بيعرضهم ان هم كمان بيتعاملوا مع مشعوذين وبيتعاملوا مع يبتزوهم ماديا كمان استاذ محمد. طبعا بنشوف ان هي بقت تجاره، لكن في ناس ما بيبقاش عندها خبره ولا درايه، لان طبعا موضوع الرقيه الشرعيه ربنا بيختص ناس لقضاء حوائج ناس، فالناس دي بيكون اسباب، فممكن انه الشخص يكون عنده ربنا مديله ملكة، ان هو ربنا دايما بيخلق ناس في المجتمع ان هي تكون سبب في تحويل الطاقات السلبية الإيجابية. طبعا الأمراض العضوية شايفين ان هي احنا مش الامراض العضويه وبس، احنا شايفين ان الامراض الروحانيه حالات كتير يا استاذ محمد لها الامراض الروحانيه لها تاثير سلبي على المجتمع، في امراض، في حوادث على الطرق، في كمان العنوسة، تأخر الزواج، وأسباب الطلاق يا أستاذ محمد برضك، والانفصال أكيد ليه سبب برضك. أسباب الطلاق والانفصال أنا شايف إن يعني 70% منه. طبعا الرسول عليه السلام وذكرت في القرآن. طبعا أنا عايز أوجه للمشاهد إن دايما يلجأ للمصدر الأساسي والرئيسي ألا هو القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا ذكرت إنه القرآن الكريم شفاء من كل داء. كلمة شفاء من كل داء دي الناس تحط تحتها ألف خط. كمان إحنا شايفين إنه لازم عشان يكون لنا دور إيجابي ودور مهم في المجتمع لازم ندي إرشادات ويكون فيه وقاية، وطبعا يكون فيه تشخيص وعلاج بالكامل لحاجة زي كده. القرآن الكريم وما من مكان يقرأ فيه القرآن إلا وينفر منه الشيطان نفرا. القرآن الكريم دايما هو منهج الإسلام، طبعا منهج كوني، يعني النهاردة عشان نقعد رقم واحد الأساس هو القرآن الكريم وهو الذكر. وطبعا مش أي حد يا أستاذة صافي يقول إن أنا بركي، ولازم الناس كمان تهتم بنفسها، لأن ممكن واحد يعيش 20-30-50 سنة وهو بسبب العين دي بتموت. طبعا الرسول عليه السلام قال أكثر أمتي يمرضون من العين ويموتون من العين. فعلا العين بتوقف عمل وعدم التوفيق، والعين بتجيب أمراض، وكمان السرطان، الأمراض كلها سرطان والكبد وعدم نمو الجسد. يعني بتلاقي ممكن تلاقي واحد أو واحدة نحيفة جدا، وتلاقي السبب مش الأكل بس، هو السبب إن في حاجة روحانية في الموضوع. فلازم إحنا كل حلقة نقدم فقرات وموضوعات وعناوين مهمة جدا. دي كذا نقطة يا أستاذ محمد، دي كذا نقطة، فإحنا عايزين يعني عايزين نتناقش في كام نقطة كده برضك يعني قولي من خلال الرسائل. فكنا عايزين نتناقش في أول نقطة كده اللي هي يعني أسباب الطلاق.
أسباب الطلاق بيبقى طبعا سببها رقم واحد إنه بيتدخل الشيطان، له دور فظيع جدا ودور سلبي ودور قذر جدا، إن هو بيسبب بيعمل شحنة. إيه الإرشادات يا أستاذ محمد اللي احنا ممكن ننصح بيها المشاهدين؟ هو أولا الرقية الشرعية، الرقية الشرعية، والرقية الشرعية مش أي حد، أول هام مش أي حد حافظ، لازم يكون فيه، لازم يكون فيه خشوع، ولازم يكون لها استعدادات ولها عوامل. لازم اكون طاهر، لازم اكون حافظ، لازم اكون عندي خشوع. يعني الرقيه طبعا عشان الناس تاخدها برضو، الناس تسال تقول طب ايه هي الرقيه؟ الرقيه طالعه بتستخرج من القران الكريم ومن الذكر الكثير. القران الكريم وما من مكان يقرا فيه القران الا وينفر منه الشيطان نفرا، وذكرت في ايه رقم 82 في سوره الاسراء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وذكر وما القرآن الكريم وسورة البقرة عشان هي بتجمع أعظم الآيات. الصفات تشخيص وعلاج. سورة البقرة فهي علاج كاملة لأنها بتجمع أعظم آيات، لأن فيها أوائل الآيات، وفيها كمان آية الكرسي، وفيها خواتيم البقرة. فكل ما الشخص بيلتزم ويصلي كل فرد ويلتزم بالأذكار الصباح والمساء، الذكر الكثير ده بيكون وقاية. حتى لو عنده شيء بيتأثر الشيء لو عنده عين وحسن، لأن في ناس كتيرة في المجتمع ما تعرفش، لأنه ده جهل، جهل الشعب. يعني فيه بعض ناس من الشعب موجود عندها جهل. جهل ده مش عيب، هو عدم العلم بالشيء. لما أقول لواحد أنت جاهل بالشيء ده، يعني انت ما عندكش دراية او عندك عدم علم بالشيء. فطبعا القرآن الكريم نزل على جبل فتصدع، ونزل على ارض فتشققت، فكيف ينزل على جسد فلا يتبرأ. الخشوع دايما، عدم استجابة الدعاء والرقية ايه هي؟ ولسه كنت هسأل حضرتك استاذ محمد، كنت هسألك برضك نفس السؤال. عدم استجابة الرقية ان الشخص بيكون واكل حرام، او الشخص بيكون عنده عدم صدق، او الشخص مفيش صلة بينه وبين ربنا، مفيش صلة، مفيش اتصال، مفيش صلة خالص، او مفيش اتصال. قطع صلة الرحم برضك شيء مهم جدا برضك في حياتنا، لان قطع صلة الرحم دي يعني بعد عن ربنا، يعني الغيبة والنميمة. صلة الأرحام يا أستاذة صافي عشان الجمهور يستفيد. كل نقطة من نقاط الحياة لها دور. إن أنا أتكلم عن حد بطريقة الغيبة. سيئة. إن أنا أضر حد. فدايما بنقول اللهم اجعلنا نافعين غير ضارين، واجعلنا منصورين غير مهزومين. ونقول دايما اللهم اجعلنا في طاعتك وردنا إليك ردا جميلا. لأن دايما الشخص لما بيحمل الخير للناس فربنا بيفرح. ربنا بيقول طبعا انت، انا بقول اللهم اجعلني دائما رحيمة بعبادك، لان احنا كلنا مخلوقين ان احنا على ارض للعبادة، وكمان مخلوقين ان احنا ننفع بعض. ايه الفرق بين ان شخص نافع وشخص ضار؟ ايوه مع حضرتك، اتفضل. الو، صباح الخير يا فندم. صباح النور. ممكن اشارك في البرنامج الجميل ده بصراحة؟ اتفضل حضرتك، يسعدنا طبعا. والله الموضوع اللي بتتكلم فيه حضرتك هو فعلا موضوع مهم جدا. الواحد فعلا لازم يبقى قريب من ربنا، لازم يبقى واخد باله من اعماله، عشان هو كده كده هيتحاسب على عمله واللي بيقوم بيه في حياته يعني. ففي ناس بتعمل اعمال مش كويسه، او اسحار، او حاجات بتضر بها الناس، او تعاملات مش كويسه، فده والعياذ بالله بيسبب ضعف ما بين العلاقة ما بين الشخص وربنا يعني. تمام؟ فلازم يبقى دايما على ده قوام الذكر بالله عز وجل. أستاذ الفاضل، هو سؤال طبعا ذكي، أنه حضرتك اتكلمت عن الأعمال اللي موجودة طبعا، اللي الناس بتأذي بعض، بتعمل أعمال ده مش عارف، شفنا حاجات سيئة يعني ربنا بيصلك. أيوة حضرتك، المشكلة أن ده من الجهل، ده من البعد عن ربنا عز وجل. ده يعني انتشر دلوقتي أعمال سحر. أنت لو شفت حضرتك، في ناس كتير بيعملوا أعمال سحر على مش عارف عظم ايه وحاجات ايه، واحنا بنشوف كل يوم في القبور شفنا كتير. شفنا، والرسول والرسول عليه الصلاه والرسول عليه الصلاه والسلام سحر. الرسول عليه الصلاه، لكن ايه هي يعني انا سحرت، او حد انا عندي عين او عندي حسد، طب انا اعمل ايه؟ رقم واحد ان انا استعين بالله عز وجل. لازم
لازم يعمل الرقية الشرعية ويقرب لربنا. الرقية الشرعية قرب. أولا في عوامل، لأن في ناس حافظة قرآن فبتقرأ فما بيستجبش، أو لازم إنه الشخص يستخدم من الآيات. يعني أنا النهاردة عندي مثلا حد عامل لي عمل، وأنا ما أعرفش إن أنا مثلا عندي عمل. النهاردة أنا بمسك نفسي، أشخص نفسي، في حاجة اسمها تشخيص وعلاج. يعني أنا حاسس إن أنا مش طبيعي، عندي عمل، اللي عايز يعمل لي عمل يعمل لي. أنا في حاجة، أنا إنسان مسلم، أنا عندي قوة خارقة بنعمة الإسلام والقرآن، واستعنا بالقرآن وآياته وحروفه وسنة محمدا إذا ذكر اسمه في مجلس تطيبا، محمدا شفيعنا يوم القيامة، وبكرامته في الدنيا تزول الغمة. دايما نستخدم التشخيص. إيه آيات التشخيص؟ أنا بقول اللهم إنني استعنت بك وسألتك، وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعونا بشيء لن ينفعونا بشيء إلا قد قطباه الله لنا، ولم يضرونا بشيء إلا قد قطباه الله علينا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ودايما نقول القرآن الكريم شفاء من كل داء، من كل داء، ما قالش من داء ولا من مرض بعينه. النهاردة أنا عشان يكون عندي خشوع، مش واحد مثلا النهاردة يكون واكل مال الناس في حاجة وبينافق. برضه يا محمد بعد إذن حضرتك، الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، طبعا سورة البقرة يوميا، طبعا إن احنا نواظب على الصلاة على مش سورة طول، البقرة يوميا، القرآن الكريم، عشان في ناس والرؤية بتستخدم الشرعية في المنازل على طول برضك. في ناس بتستخدم إنه أنا النهاردة سورة البقرة وتنسى القرآن. القرآن كله عظيم، القرآن كله له دور، ولكن فيه سور وآيات بيكون لها اختصاص بموضوع. يعني العين له مثلا آيات، لذلك يقول لك اقرأ المعوذتين، اقرأ سورة الإخلاص، اقرأ سورة البقرة، اقرأ سورة ياسين، اقرأ سورة الملك، اقرأ سورة الإسراء. فكل آيات، يعني مثلا زي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، دي كافية، الآية دي لوحدها كافية للشفاء. سورة البقرة لما أبدأ أقرأ بس بخشوع وتدبر، مش بس إن أنا حافظ، يعني بقول الكلام يبقى طالع من قلبي. يقول لك بلسان ذاكر وبقلب خاشع، بحق ركوعي وسجودي، بحق تضرعي ورجائي وتوسلي وبكائي. وأبدأ بالتشخيص، إن أنا أصلي، إن أنا دايما أصفي نيتي اتجاه الناس، أشوف إيه السلب اللي عندي، يمكن المشكلة من عندي إن أنا بتكلم باستمرار بشكل سيء عن الناس. لازم الناس تبقى عارفة ايه المشاكل، المشكله جايه منين، ايه اللي مسبب. ممكن واحد يكون مش محسود بس ذنوبه كتيره، اصل في حاجات دايما يقول لك اللهم اني ان كنت عصيتك فليس استخفافا بك ولكن ظلما وجهلا بي ومني وعلي، لان انا كل شيء مني انا، ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. لازم الشخص الانسان يكون فاهم مين اللي خلقه، منهجه ايه، ان الحاجات دي كلها انا لما اعمل خير هيترد لي بخير. ما فيش حاجه اسمها بعمل خير وارميه في البحر، ما فيش حاجه اسمها من يعمل اللي يعمل خير يلاقي شر، لا 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 طبعا، دي كلها يعني المفروض ان فيه ناس متخصصه وائمه، وطبعا احنا شايفين ان فيه علماء الدين والازهر وخلافه برضو من الفقهاء والمختصين. والرقى الشرعيه احيانا هي اي شخص يقدر، يعني ممكن بنيته بس الشخص ان هو ممكن ما يكونش حافظ، لكن هو الخشوع والصدق، الانسان يكون صادق والانسان ينوي خير للناس، بيتعامل مع الناس لان هم عباد الله، مش ما فيش عنصريه، ما فيش حاجه اسمها ده من محافظه ايه، ده من دوله ايه، ادام ان هو ربنا خلقه لازم ان يكون فيه معامله حسنه طيبه، ولازم ان يكون الشخص نفسه بيختار الافضل لغيره كانه بيختاره لنفسه، لانه دي الحاجات دي كلها. تقابل اي شخص السلام عليكم وتبتسم في وجهه كانك يعني تعرفه من سنين، وفي ناس حد القلوب بتتالف. النهارده ممكن حد يقابل حد ويقول له ده انا حاسس ان اعرفك من سنين، ليه بقى؟ لان الشخص ده حس فيه
الذكاء والطيب وحس فيه حاجات عظيمة على ملامحه. ايه اثر ايه بقى؟ اثر السجود، اثر طاعة ربنا، اثر انه بيتعامل مع الناس، اثر انه بيعمل خير. ما تلاقيش حد عنده سواد في وشه الا يقول لك ده ذنوبه كتيره، ده ربنا مسود او مفحم وجهه، لانه العمل الخير يا جماعه طبعا بيكون له اثر ايجابي على الشخص اللي عمل الخير. لازم الناس المجتمع يبقى عنده علم انه طاعه ربنا ليها اثر ايجابي، المعامله الطيبه مع البشر لها اثر ايجابي، وكمان له كمان علاقه بموضوع النهارده الامراض الروحانيه وتاثيرها على العنصر البشري. العنصر البشري ده يعني جسدي، يعني عمله، يعني مسكنه، يعني مشربه، يعني ملبسه. الامراض الروحانيه ممكن تكون لها اثر في عدم توفيق الشخص، اكيد، لان فيه عين بيقول لك العين بتمرد أدخلت وتموت. الجمل الكدر وأدخلت الرجل القبر. فعلا العين بتمرض والعين بتموت، وطبعا في فرق بين العين والحسد وفي فرق. طب احنا اتكلمنا استاذ محمد عن اللي احنا ازاي يعني نخرج من الموضوع ده بالقرآن بالأذكار الصباح والمساء، بس اكيد في ادوات تانية احنا ممكن نستعملوها برضك. رقم يعني واحد ان الانسان ما يديش فرصة للشيطان. ورقم اثنين ان الانسان يشتغل على نفسه، ينقي نفسه، يبدا يلتزم، يكون على طهاره، يتوضا، يصلي. ما يقولش ده انا ذنوبي مش عارف بعمل ايه وايه، ما اصليش. لا طبعا ربنا غفور رحيم. طبعا الصلاه والذكر دي حاجه يعني هتقيك من الامراض الروحانيه، دي رقم واحد. رقم اثنين اعمل خير، تصدق كل يوم، مش شرط بكام، كل واحد على قد مقدرته وعلى قد امكانياته، بجنيه فما اكثر. فعلا يعني زمان كانوا يقولوا بدينار او فما اكثر، فالنهارده احنا عايشين طبعا بنتكلم عن العمله. انت لازم تتصدق يوميا عشان الصدقه تطفئ الذنوب، الصدقه والاستغفار يطفئ الذنوب. يعني لو ذنوبك كتيره وحاسس ان هي عامله حجب بينك وبين ربنا، لان في حاجات كتيره ممكن ربنا ما يستجابش فيها الدعاء، انه الشخص يكون عنده ذنوب كتيره، الشخص يكون بياكل حرام، الشخص يكون بيكذب على طول على الناس، الشخص يكون مثلا له تاثير على نفسه، يعني الشخص هو عدو نفسه. النهارده بيقول فما من توفيق فمن الله وما من عدم توفيق فمن الشيطان. بالنسبه للحالات الاطفال اللي بتشتكي دايما الامهات من صريخ الاطفال ده، برضك ليه علاقه بالسحر وبالحسد؟ طبعا في فرق بين شخص يعني طفل صغير، يعني ايه علاقته بالحسد والمس؟ يعني معقوله ممكن طفل ده عدو خفي وما خلقنا الجن والانس الا يتعرض للمس والسحر برضك زي اي حد كبير؟ يعني مش مستوعباها بصراحه. رساله طبعا النهارده احنا من برنامجنا بنختار موضوعات هامه والعنوان قوي ومهم جدا، لازم الناس تاخد بالها، وكل موضوع وكل النقاط اللي بنضعها لها تاثير على المجتمع. مفيش حاجه اسمها اتجاهل شيء، كل شيء لازم يبقى عندي ثقافه عامه ومعلومات عامه. النهارده بتكلم عن الرياضه، بتكلم عن التغذيه، زي ما بتكلم رقم واحد بقى بتكلم عن الامراض الروحانيه وتاثيرها على العنصر البشري، على الجسد. عليا انا ممكن ابص فجاه الاقي عملت حاجه كويسه. الناس طبعا بره الرسول عليه السلام كان يقول يعني حاول ان انت تداري او على قضاء حوائجهم بالكتمان. فدايما بقول لك ايه، بربط الامثال برضو، بقول لك ايه، داري على شمعتك تقيد. داري على شمعتك تقيد. فشفنا حاجات الناس النهارده، عشان برضو الناس اللي بتشاهدنا النهارده، العنوان عن العين والحسد والسحر والمس وتوجيهاتك تتجه فين. طب انت مش عارف ترك نفسك، يبقى لازم نقول لك رقم واحد التزم، رقم اثنين صف نيتك، تجدد نيتك اتجاه كل شيء. الصلاة والذكر نمرة واحد. الصلاة والذكر بس مش، لا، الواحد يطهر نفسه الأول. يعني أنا زعلان مع صديقة ليا، أخت ليا، زعلان مع حد في البيت، زعلان من أنا لازم أصفي الخلافات دي طبعا. لازم أصفي الخلافات دي.
لازم اصفي الخلافات. انا مش هفضل زعلان من حد لحد ما اموت، اصل الحياه قصيره. النهارده الحياه قصيره، ان انا اسيب حد ليا، انه حد ليا انه انا افضل زعلان منه، او ما استغلش الفرصه، او ما نويش ان انا اصالحه. انا غلطان، اعتذر، اقول والله انا اخطات في حقك، ومعلش بقى مش هنفضل زعلانين من بعض، تقبل. الحياة قصيرة، مش مستاهلة ان حد يزعل من حد. يعني الحياة قصيرة جدا، ولازم نعرف يعني ايه اهداف الحياة. احنا ربنا خلقنا للعبادة، وكمان لما نيجي نتعاون ونتحد في حاجة لازم نفيد بعض ونقوم برضو. فاصل ونعود في برنامج أم الدنيا. رجعنا من الفاصل، اهلا وسهلا بكم. نتواصل في موضوعنا النهارده، هنتكلم عن التشخيص والعلاج، وكيف الناس تستعد ان هي تعالج نفسها بنفسها في الموضوع المؤثر ده. ممكن حضرتك استاذ محمد تقول الرقية الشرعية؟ لو معانا ورقه وقلم كده نكتب الرقيه الشرعيه وطريقتها بالظبط. الرقيه الشرعيه هي متخذه من القران الكريم ومن الاحاديث، واحنا دايما عايشين في منهج اسلامي قيم. احنا اقوياء جدا، اقوى من اي حد، ودايما نستخدم الصور والآيات. طبعا سورة الفاتحة، زي ما طبعا عرفنا سورة الفاتحة 7 مرات، أول 10 آيات من سورة البقرة، آية الكرسي 7 مرات، خواتيم البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 7 مرات، آية رقم 82 في سورة الإسراء 7 مرات، والمعوذتين الإخلاص والمعوذتين، دول يكونوا دايما حقيبة في إيد كل شخص عايز يقي نفسه من المس والسحر. الموضوع طبعا موضوع مهم جدا ان احنا نتكلم فيه، ودايما الناس اللي ما تعرفش تسأل، عشان برضو ما ينفعش يسيب نفسه دايما عرضة. كلمناش على الأدوات يا أستاذ محمد اللي احنا ممكن نستعملها في المنازل كوقاية برضك مع القرآن والأذكار والأدعية لا، هي العوامل اللي دايما الإنسان يستعين بيها، هو أنه يقرأ قرآن، أنه يشغل قرآن، أنه يصلي، عشان طبعا يطرد الشياطين من. وعرفت برضك أن الصور دي برضك حرام، اللي ممكن تمنع الملائكة. هو طبعا فيه بعض الأمور برضو بتخلي الشيطان يسكن في المكان. يعني احنا مثلا نقول ان فيه الناس تقول لك نغسل المكان بملح، ناس تقول دايما ماء موارد، نقول مثلا احنا عندنا بلح نسيب. طبعا الحاجات دي متخذة من السنة على السلام، لان ده الرسول كان يقول اي شخص يأكل 7 تمرات على الريق، طبعا ربنا يقيه من الامراض دي كلها، الامراض الروحانية. وانا طبعا من خلال الشاشة بقول لاي شخص الموضوع مهم جدا ان حضرتك تقي نفسك من الامراض الروحانية، انك بذكر الله، انك تستعد، انك تقرب من ربنا، انك تصالح اللي انت مزعله، انك
يبقى في صله رحم بين اهلك وبين الجيران، وكون معاملتك معامله طيبه، وكون دايما انسان عطاء، وكون دايما انسان مبتسم ومتفائل للحياه، وترجع دايما تحس اي حاجه عرض عندك غير طبيعي، لان في ناس بتجري على الطوارئ. يعني اشوف ناس جالها صداع، جالها سرعه نبض القلب سريع، ممكن يكون من القولون، والقولون ممكن يكون من العين، ممكن يكون ناس عندها مشاكل في الكبد، ناس عندها مشاكل في المعده، دي كلها. وطبعا الموضوع طبعا هياخد وقت كتير، وطبعا عايز حلقتين ثلاثة كمان، وطبعا عشان وقت حلقتنا خلص. ان شاء الله نلتقي في لقاء اخر، ومن داخل برنامج ام الدنيا قناة الصحة والجمال، كان معكم الاعلامي محمد عطفة، الاعلامية صافي ابراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.